السؤال عن الورك يا ولاد بيقول لي the average value of load between A and B is 6 نيوتنز. يعني يا ولاد وهو بيعمل الاكسبيرمنت في المنطقه دي كلها، طبعا بدأ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه ما وصل ل 12. المهم بيقول لي ان الافريج في المنطقه دي هو كام؟ هو 6 نيوتن مش 12. 12 ده الماكسيمم، 12 ده الماكسيمم مش الافريج. الافريج هو كام؟ هو 6. ممكن تحسب الورك اللي ما بين A و B. حبايبي الورك معروف ان هو الفورس تايمز الديستنس. حضرتك الافريج فورس بكام؟ بستة. معايا؟ الافريج فورس من A ل B مش الماكسيمم، الافريج كام؟ 6. طيب الاكستنشن بقى هنا كام في المنطقه من A B؟ ب 3. يبقى 6.0 في 3.0. طيب هل الكلام اللي انا عملته ده لغايه دلوقتي صحيح؟ لا يا اولاد. ليه؟ لان الفورس المفروض ان هي بالنيوتن صح، والديستنس المفروض ان هي بالمتر. عشان تطلع الورك بالجول لازم الفورس بالنيوتن والديستنس بالمتر. طب حضرتك الديستنس هنا مش، بص على الجراف، بص على الجراف كده، الديستنس دي مش 3 متر، دي 3 سنتيمتر. يبقى بكل بساطه يا ولاد عشان احولها المتر لازم اقول 3 اوفر 100. تمام حضرتك لو حسبت الحسبه الظريفه دي هتطلع 0.18 جول. يبقى الاجابه هتكون 0.18 جولز. دي الورك اللي هيحصل في بفورس افريج فورس 6 نيوتن، والاكستنشن هتكون بحوالي 3 سم اللي هي 3 ديفايدد باي 100.